أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب تقوم بكتابة مقالا تحليليا لرواية الخيميائي، أيضا يقوم الطالب بقراءة الجزء الثالث من الرواية. المقال التحليلي عزيزي الطالب يعد من أبرز فنون المقال وأكثرها تأثيرا، حيث يقوم على التحليل العميق للأحداث والقضايا والظواهر، ويتناول وقائع بالتفصيل ويربط بينها وبين غيرها من الوقائع التي تمسه من قريب أو بعيد، ويستنبط منها ما يراه من اتجاهات وأراء. والمقال التحليلي لا يقتصر على شرح الوقائع الحاضرة أو تفسير أحداث الماضي، وإنما يربط بين الاثنين ليستنتج أحداث المستقبل. والمقال التحليلي يقوم على التحليل المدروس والعميق للأحداث، فهو غالبا ما يكون أسبوعيا ولو أنه ينشر في صحيفة يومية وليس له حجم معين. أما كيفية كتابة مقال تحليلي عزيز الطالب، أن المجال يتسع أمام كتاب المقال التحليلي في الخوض بمختلف مجالات النشاط الإنساني من اقتصاد وسياسة وثقافة وفكر واجتماع وغيرها، ولكن ينفرد النشاط السياسي باستحواذ على غالبية ما يكتب من مقالات تحليلية، بينما تغلب المسائل الاجتماعية على ما يكتب في العمود الصحفي. في الحديث عن كيفية كتابة مقال تحليلي، لابد من معرفة الفرق الجوهري بين المقال التحليلي والافتتاحي، غير فارق المساحة والمكان الثابت والحجم، وهو أن المقال التحليلي لا يعبر عن سياسة الصحيفة وإن كان يجب ألا يختلف معها، فهناك مساحة كبيرة من الحرية تمنح لكتاب المقال التحليلي تسمح لهم بالتمييز عن رأي الصحيفة. يكتب المقال التحليلي شأنه كشأن جميع أنواع المقال الصحفي في قالب الهرم المعتدل، أي يحتوي على مقدمة وجسم وخاتمة، ولكن المقال التحليلي يتميز عن كل من المقال الافتتاحي والعمود الصحفي بكبر حجم مساحته في الصحيفة، وهو الأمر الذي يسمح لكاتبه بأن يحشد في جسم المقال أكبر كمية من التفاصيل والحجج المنطقية والأدلة والشواهد التي تشرح موضوع المقال. فإن كبر حجم مساحة المقال التحليلي تسمح لكاتب بحشد كمية كبيرة من المعلومات الخلفية التي تتعلق موضوع المقال. وطور الحديث عن كيفية كتابة مقال تحليلي، فإن مقدمة المقال التحليلي يمكن أن تحتوي على العناصر الآتية: أبرز حدث من الأحداث الهامة الجارية، أيضا طرح قضية تشغل الرأي العام وتمس مصالح الجمهور، تقديم اقتراح جديد يثير اهتمام القراء، المعلومات أيضا من جسم المقال التحليلي هي المعلومات الخلفية للموضوع التي يناقشه المقال، حشد الأدلة والشواهد والحجج التي يؤكد وجهة نظر الكاتب، كشف أبعاد الموضوع ودلالاته المختلفة، عرض الآراء المؤيدة أو المعارضة لوجهة نظر كاتب المقال والرد عليها. أما الخاتمة فتكون خلاصة وجه نظر الكاتب في الموضوع، استثارة ذهن القارئ ودفع الاهتمام بالقضية التي يطرحها الكاتب، أيضا فتح حوار بين الكاتب والقراء من ناحية وبينه وبين غيره من الكتاب من ناحية ثانية حول موضوع المقال. عزيزي الطالب، القراءة لا تقتصر على عمر معين، فلا بد من البدء فيها في سن مبكر، إذ يتوجب على الآباء والمربيين إلى أهمية كبرى للأبناء من أجل تحفيزهم على القراءة وتوجيههم نحوها في عمر صغير، لما لها من أهمية عظمى في تطوير عقولهم وذكائهم ومنحهم العلم والمعرفة وتوجيههم نحو ما فيه خيرهم وصلاحهم وما يمكنهم من شغل أوقات فراغهم. القراءة عزيز الطالب متعة متجددة لا تتوقف، إن متعة القراءة تتجلى فيما يجنيه القارئ من فوائد متعددة، فعندما يبحر القارئ في كتاب فإنه يحصل العديد من المتعة والفائدة العظيمة، ويغوص في شتى الميادين والمعارف دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن التعليم. قرأت ذات مرة أن قارئ الكتاب يجني مسيرة من العلم خاضها المؤلف، ويأخذ خلاصة ما توصل إليه ذلك العالم أو المخترع أو المؤلف بالعلم الوفير أو رجل الدين. تعد القراءة من أهم الأمور التي تحفظ العقل، فهي رياضة العقل التي تحافظ على صحته وقوته، كما تحافظ على الرياضة البدنية على صحة الجسم ولياقته، وتعد القراءة رياضة العقل الهامة التي تحميه من أمراض الشيخوخة وتحفز من قدرته وتقلل من ضعف الذاكرة، كما تسهم القراءة في التخفيف من التوتر والضغط لأنها من الأنشطة المسلية التي يمارسها الفرد بكل سعادة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.